دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع بعض ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات ال 22 لمسلسلات رمضان واللي كان فيها احداث كتيره وتفاصيل مهمه هنعرفها في التقرير اللي جاي. حلقات 22 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة. هنبدأ كالعادة بمسلسل الاختيار 3. الحلقة 22 شهدت ظهور الشيخ التكفيري أبو أيوب بعد ما قرر يتخلص من الشيخ أبو أنس اللي مستخبي عنده في البيت وبيذبحه، وبيتصل بالشيخ عمر وبيقوله إنه مش هيسافر وهيفضل في مصر. شيخ عمر، أنا مش مسافر ليبيا، أنا هفضل موجود وهينضم ليا مجموعة الشيخ أبو أنس. وفي مشهد تاني بيحقق زكريا يونس مع التكفيري بركات اللي اتقبض عليه في حلوان بعد مداهمة المكان لوجود معلومات بأن الشيخ أبو أيوب مستخبي هناك. كمان شهدت الحلقة رصد جهاز المخابرات العامة دخول عناصر أجنبية لسينا لتجنيدهم في الجهاد مع وجود تمويلات كبيرة ليهم. وهنا طلب مدير المخابرات من العقيد مروان العدوي تقرير مفصل بكل تحركات العناصر دي، خصوصاً إن في تواصل مع عناصر مصرية جاهزة للسفر لسوريا. وفي مشهد تاني بيجمع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء عباس كامل، وبيقترح الأخير خروج السيسي كممثل القوات المسلحة على الناس علشان يطمنهم. وهنا رد السيسي وقال: الشعب المصري عباس لا يمكن يشك لحظة في نزاهة وشرف القوات المسلحة. وبيواصل مسلسل العائدون رصد جهود رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر اللي كانت بتتولى تنفيذه عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية. وشهدت الحلقة 22 تكليف سياف لنزار إنه يوجه علاء بإعداد كل المواد الإعلامية الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي بعد نجاحه في الأيام اللي فاتت في إعداد مواد جيدة، وطرح على سياف إنه يضمه للمجموعة الخاصة بالزراع الإعلامي لداعش بسبب خبرته الجيدة في المونتاج والتصوير والإخراج. وده طبعاً نجاح جديد بيتحسب لعلاء علشان يكسب بيه ثقة نزار وسياف، خصوصاً إن دي مهمته الأساسية في التواجد جوه داعش من بداية تجنيده. الناس دي بترتب لحاجة، حملات السوشيال ميديا العنيفة، الهجوم الكتير جداً في برامجهم وقنواتهم بدون داعي. الناس دي عايزة تبعدنا عن حاجة وهم بيرتبوا لحاجة تانية. شهدت الحلقة 22 من مسلسل مكتوب عليا اعتراف جلجل بكل اللي حصل في الفترة اللي فاتت بدون ما يعرف إن سلمى هي اللي واقفة قدامه، وده بسبب إنه أصبح خلاص ما بيشوفش. وهنا انفعلت سلمى وخدت والدها ومشيت من بيت عيلة جلجل، وفجأة بيتم شفاء والد سلمى وبيقوم بكشف كل اللي عمله جلجل معاه. وهنا بيعتدي عليه وبيطلب منه يطلق بنته، فبيضطر جلجل يطلقها قدام الكل. خطفت الحلقة 22 من مسلسل جزيرة غمام الأنظار بسبب الأحداث المشوقة اللي تضمنتها الحلقة، واللي جه فيها مشهد للشيخ عرفات وهو بيجمع أطفال القرية وتلاميذه وبيروحوا ناحية السور اللي قسم القرية النصين بين الحج عجمي والبطلان. وفي مشهد خيالي اصطحب الشيخ عرفات الأطفال وهو ماسك إيديهم وراح للسور واخترقوا قدام ذهول أهل القرية ومطاريد الجبل، الأمر اللي دفع الشيخ محارب لترديد جملة: وا يا شيخ مهدي، كنت محوش عرفات اليوم ده؟ وبدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الكبير قوي بأن الكبير جاب الشيخ عماد علشان يخرج السحر من الدمية اللي بعتها له حزا الأم من برا مصر، وبيحاول الشيخ عماد مع الدمية لكنه فشل، وهنا راح قطعها نصين. وبيكتشف الكبير إن العترة ابنه حرارته عالية وجاب له الدكتور ربيع علشان يعالجه، لكنه لقاه بيعمل حركات غريبة فخرج من الأوضة بيجري وبيبلغ الجميع إن العفريت اللي كان في الدمية لبس العترة ومش هيخرج من جسمه. مربوحة مربوحة، بقول لك إيه، روحي جسيه جسيه. قسماً بالله ما أنا متعتعة من هنا.